ثابكم الله. يقول السائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. يقول: ما معنى هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟ الحديث واضح معناه، إن الله يرضى لكم ثلاثا تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصح وأن أن تعبدوا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم ثلاثا قيل وقال. يعني كون الإنسان يشتغل بالكلام الذي لا فائدة فيه، قال فلان وقال فلان مما لا فائدة فيه، قيل وقال، كثرة الكلام الذي لا فائدة فيه، قيل وقال، وكثرة السؤال، كثرة السؤال يسأل عن أشياء ليس بحاجة إليها، إما أنه ليعجز العالم بأسئلته أو يعترض عليه أو يسأل عن أشياء ليس هو بحاجة إليها، يسأل بقدر الحاجة، والذي لا يحتاج إليه لا يسأل. قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الإنسان يسأل أهل العلم بقدر الحاجة، سؤال تعلم واستفادة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كثرة السؤال. والثالث إضاعة المال، المال لا يجوز لك أن تضيعه بالإسراف والتبذير أو إنفاقه بالمعاصي والمحرمات أو إهداره وتركه يتلف، عدم العناية بحفظه وتعريضه للتلف، لأن المال شيء نافع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. ينبغي حفظ المال من الضياع، لأنه فيه خير للفرد وللجماعة. نعم.